Progressive. مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جوسيب. معايا دابا جوج اللاعبين اللي كيديروا التسخينات باش يدخلوا للملعب. تعداتكم كتلعبوا بجوجيدين. يوسف ما يكون باس. اليد ديالك مريضة شوية ومع ذلك انت معنا اليوم في جوسيب وشكرا بزاف للالتزام ديالك معنا دائما. ما يمكنش ما نجيش. والناس كيتسناوك. الناس كيتسناوك. والله إلا مريض وجيت بزاف مي بون. سارة عزمي مساء الخير. مساء الخير ابتسام ما يكون عندك باس. لهنا يوريك باس. العين خلعتها. هذه العين يوسف. معناتها الناس كيبغوك بزاف. لو دو تيغ. الناس كيتشكوا بزاف من الصراحة ديالكم. ماشي الناس اللي كيتفرجوا من الناس كيتشكوا من صراحة ديالكم. صنا في بليزير. كذبنا مشكل ما كذبناش كنا سبونتاني مشكل ما تصنعنا مشكل ما عرفناش شنو غنديروا. اون سبونتاني حنا هكا دايرين شوفوا فيا مزيان حنا هكا دايرين بغيتونا وما هذاك ما بغيتوناش هي هذيك. وان فاسون اش كيدرونجو من الصراحة ديالنا دونك اذا كاينه صراحة ديال هذا سي تري بيان. صراحة ومصداقية بأهم حاجة وفي إطار الصراحة والمصداقية نبداو الحلقة اليوم نبداو بأول حاجة هو لو سوميغ. في هذه الحلقة غنتكلموا على الخلاف اللي وقع بين مومو ورشيد العلالي وعلى الحرب والمشادات الكلامية بين ريم فكري وإيلي وغادي نتكلموا كذلك على ظاهرة تيك توك اللي ولينا كنشوفوها حاليا وغنخليكم مع فريق جوسيب والرد ديالهم على فيديو الفنانة نفيسة بن شهيدة. خليكم معنا وما تزبيوش. وأول فقرة دابا هي أشتاري. أشتاري كل شيء كيصيفط لينا هضروا على الخلاف ديال مومو ورشيد العلالي. كل شيء عرفتي قلت لهم قبيله راه الريداكسيون اليوم راه الجمهور اللي ديسيدي فيها كل شيء تيقول عندكم ما تهضروش على الخلاف ديال مومو ورشيد العلالي. الخلاف تاع مومو ورشيد العلالي غادي نشرحوه ديجا هو الاول كيفاش وقع كيفاش بدا. مومو خير وسلام حط فيديو بيان سور مومو إتراجو وي كتعرفوا ورشيد العلالي اللي كيدير برنامج رشيد شو محمد بوصفيحه حط ان ستوري في الكونت بيرسونيل ديالو كيدير واحد البرنامج نشوفوا لا ستوري اللي حط مومو بوصفيحه. كنت جالس مع امي بخدمه التلفازه واحد القناه واحد البرنامج واحد السيده معروفه واحد البرنامج ايوا واحد لقيتك تلقى راسك تبقى كتفرج وخا داكشي كاتاستروف شو كاسو كتفرج كتقول واحد لقيتك كتقول ليش كتفرج علاش كتفرج ومن قوه ما حيت كيقول لك البرامج خصهم يفهموا واحد القضيه البرامج يا اما من قوه ما كيكون زوين كتبقى تتفرج فيه ولا من قوه ما كيكون ريديكولوس شوف كتقول غادي تشوف لاي درجه ديال الريديكول اي درجه ديال فهمتي. عمري ما قلت الكلمه هذه في ستوريات ولكن دابا يمكنش نقولهاش. مو مخرج بهذا ستوري يساتاك لشي برنامج في التلفزيون اللي كانت فيه شي انفيتي فام وقال زعما بقوه ما هو خيب كتفرج فيه يساتاكي كنا نقولوا غراتويت مول شي برنامج حيت برنامج تقول عليه زوين ولا خايب كيبقى راي شخصي. كاين بزاف اي برنامج كتلقى بزاف الناس كيقولوا لي راه حامض ولا راه خايب وبرنامج اخر كتلقى نفس البرنامج كتلقى ناس اخرين كيعجبوهم كيتبعوه. راه حتى حنا كياتاكيو برنامج جوسيب وكيما كاين ناس بزاف كيتفرجوا في برنامج واعر. لا راه حنا هنا حيت الناس كيبقاو زوين غوزمون كون هاد مكملين سكي في سيتي اتاك غراتويت تقال فيها امو فيليغ وانت يا منشط ديال الراديو معروف في المغرب الناس كيعرفوك كيتبعوك بزاف ديال الدراري الصغار وديال لي جون والمراهقين اللي ملي غتخرج انت في ستوري غتقول هاد الطريقه هاد هادي غادي يوليو الناس يجيو عادي يقولوا بحال هكا اون بلان بوبليك ويحطوا ستوريات فيهم هضره خايب. نادو انا صراحه ما تفرجت في الاول في هاد لا ستوري ما شفتها ما كنتش عارفه كيدير رشيد العلالي. انا مش لا ستوري بحال هكا نتوما لا ستوري شفتوها غتفهموا بلا رشيد العلالي لا فيريتي با فورسيمون با فورسيمون لا
فوالا لي باج وبزاف ديال الناس قالوا بلي راه ابارامون تيدوي على رشيد العلالي في برنامج رشيد شو. رشيد العلالي جاوب بلا ستوري اللي غنشوفو دابا. مومو كنسمعوك بزاف، علاش ما كنشوفوكش بزاف دابا سو انترنيت؟ شويه كنديروا دي فيديو ديال ليميسيون تاع لي انترفيو ثلاثه الساعه. مازال ما عطاش الله، دعيو معنا الله يسعينا التلفاز، قول امين. ما قراناش صحاب مولين التلفاز، دير الكاميرا عادية بالكاميرا هي هادي. صحاب التلفازة، المديرين ديال التلفازة، غير خدوني. إذا هادي دعوة مفتوحة اللي بغى مومو يبغى يبان في التلفازة، دونك حنوا عليه، عطي التليفون، عطي النمرة. أنا في صغري حلمت هادشي دابا الجلسة اللي جالس معاك حلمت بها واحد النهار. حلمت نشوف أن ترك شو في التلفازة المغربية بحال هكذا، بير واعر بلي موغ براشيد شو بأن فون كومسا. حلمت بهادشي دونك قاعد لا هادشي. علاش نقول حلمت بهادشي حياتي كاملة، دونك خاصني نعيشو دابا مزيان، علاش نبقى نقول لا ولا نو. رشيد العلالي جاوب بستوري ديال الباساج ديال مومو معاه 2014 ملي قال ليه بالله هو يا زعما إلا مغي بيان ما كرهش يدير التلفزيون، وبالله هو نورمالمون قال لي واخا ما تحققوش هذا الحلم 10 سنين من بعد ما تاخذوش الأمل، بحال زعما بالله راه الحلم تاع مومو أنه يدير التلفزيون وما وصلش هذا الحلم. مومو جاوب رشيد العلالي، أنت راه ندير مسلسل تقول لي جوج الناس ما خدامينش. دابا هادو جوج رجعنا كيتجاوبوا. اييه جاوب مومو في هاد لا ستوري هادي، جاوب رشيد العلالي. الحلم لم يتحقق. رشيد العلالي والله ما هضر عليك في ستوري البارح، ما هضرش عليك انت لانه ما كنتفرجش فيك، ولكن حدك انت اعتبرتي انه بحال نويتي لانه كهضر عليك انت ولي كنت نورك عارف شكي وقع ليه وملفز كيقفز، معناتها انه انت كتعتبر راسك من البرامج اللي هضرتهم البارح، وهذا المشكل ديالك انت. حطيتي فيديو ديال الانترفيو ديالي معاك في 2014 لانه الحلم ديالي كان هو التلفاز. لا راه جيت تشوف مزيان ماشي الحلم ديالي، انت سولتي قلت لك علاش لا اوكي علاش لا، وقلت لك حلمت ببرامج بحالك انت اللي كنت كتفرح عليك انت، لانه انا اللي كدرت معاك البيلوت باش قدمتيه الدوزيام باش ليميسيون داست، والاكسترا اللي حطيتي خصك تعاود تحط عاوتاني وتكتب الحمد لله والشكر لله. لانه علاش؟ لانه كون انا تحط معك في التلفازه غنطحنك طحنا من جميع النواحي، في المحتوى في الكونتوني في الستيل في كل شيء حبيبي اوكي. دونك غنعطيك واحد الجوله اللي كتقول دائما هي تبارك الله عليك. حشومه دوز انيماتور يداروا وينشروا لبعضياتهم الغسيل دوفون الناس. بور موا مومو هو اللي جبد الصداع، حيت انت منشط ياك عارف شنو هي التلفازه ولا الراديو، وعارف شحال صعيب تكون تخدم على برنامج. حنا عارفين شنو هو تخدم برنامج وتقدم برنامج، راه ماشي ساهل، راه كتبدا من اصغر ديتاي حتى كيوصل لك لو برودوي يدوز في التلفزيون. وعارف شنو هي شحال صعيب واحد يقول عليك برنامج خايب ولا باسل ولا، يعني انت عارف هذا الشيء وتجي وتاتاكي هذا البرنامج كاساس رشيد العلالي ولا اي واحد. انت زعما اكثر واحد غتفهم الناس، خصوصا انك كدير الراديو صعب من التلفزيون، وعارف شحال صعيب هاد الخدمه ديال التنشيط الاعلامي، من اصعب المهن اللي كاينين. لا في المورال ديالك، لا في النفسيه ديالك، لا في لي كومونتير الخايبين اللي تقدر تسمع اللي يقدروا يريبوك، وخاص تكمل كومين في البرنامج. انت ان بروفيسيونيل دو ميتي تجي كومسا غراتويتمون تقنطي واحد العشيه ودير اون ستوري تعاير فيها منشط برنامج اخر اللي عنده برنامج كاساس رشيد العلالي ولا واحد اخر. بالنسبه لي انا زعما شهاده حق غنشهد بها هو ان رشيد العلالي خدم بزاف على الكونسيبت ديالو. رشيد العلالي هو اللي صاوب البلاطو فين كيصور. رشيد العلالي كان كيمشي عند النجار وكيصاوب وكيقاد ديكور فين غادي يدير ليميسيون ديالو في البدايات ديالو. رشيد العلالي تحارب على الكونسيبت ديالو، تكرفص عليه وجاب سبونسور وطاح وناض عليه. انا كنقولها ساشو كان واحد الانسان دز مع رشيد العلالي، والحلقه ديالي في رشيد شو مازال ما دوزها صدد واحد دوزون ما عنديش مشكل. جو سي سي سا بواط دو برود بور دي ريزون ولا بور دوتر اون سي اكسبليكي. ما اقتنعتش بالجواب اللي عطاني، مي سي كلكان يعني انك تخرج في الستوري ولا غادي تسال. اور كو انا جيت ودرت مي دو بيرسوناج، درت عنده يوسف وزلا ودرت عنده فاطمه التهاوي، وجافي غامني مون ايكيب وخلصهم من جيبي وسي ديبلاسي دو ماراكاش اي تو سا سي با غاف. Je sais que c'est sa boîte de prod à lui.
مي سايب معك الحلقه هو متحمس مهمات على الحلقه والحلقه كانت من احسن هو اللي يشهد بها كانت من احسن الحلقات اللي دازوا باسكو فريمون يافي دو جو كان فيه بزاف الصراحه بون ابري كانوا هي دي خفيه ماشي مشكل مي هذا لا يمنع انه انسان مجتهد انسان متابر عنده شعبيه كبيره انسان نبغيو ولا نختلفوا معاه لو كونسيبت ديالو ما جاتش واحد دار بحالو جيتو شكرا دونك بغيناه اولا ما بغيناش مي با اوبليجي نبغيو الناس كاملين مي كنحتارم واحد الانسان اللي كيخدم على واحد الحاجه ومثلا حنا في البرنامج ما ني با لا بوبليغ ا تو الموند مي عندنا ناس اللي غيعرفوا باننا حنا كنبحثوا كنقلبوا اننا حياديين واننا كنقولوا الصراحه واننا كنجيبوا لانفورماسيون هي هذيك اكزاكت كيتقلقوا منا بزاف الناس ودغنيغمون تقلقت منا واحد الفنانه وما عجبهاش الحال مي حنايا ما غنعتذروا حتى واحد حيت حنا ما قلنا حتى شي حاجه خايبه في حق شي واحد حنا حد الناس كنوصلوا الفكره ديالنا حنا والفكره ديال الناس اللي كيطلبوا منا من المواضيع ندويو فيهم فكنديو عليهم فاذا كنظن ان هذا الخلاف من جهه مومو ما عنده حتى شي سبب سي دو لا ميشونس تي فابور سي تان بو فولغير سي با ليماج ديال مومو اللي الناس معودين عليه في الراديو و كون ابريسي بوكو دونك فريمون سي دوماج انا كنتمنى انه يقدم اعتذار صراحه الو انا غادي نهضر على قبل نشوفوا لا كرونولوجي ديال شنو وقع باسكو ما دويتيش على رشيد العلالي على من دويتي اولا خاصنا نعرفوا على من دوا باش نقدروا نديكورتيو لي ديتاي ديال مومو شنو على من دوا انا ما دويتي ما دويش هكاك على برنامج انا غادي انت غير اسمعي اعلامي دابا اسمعي دابا ماشي مشكل قال لك ما دواش عليك نقز بيان سور رشيد اي جاوب حتى هو ولكن بغيت نعطي واحد لو بوين اللي كيتهضروا على سورتو هو سورتو مومو كيدوي عليه بحال كبرتي وليتي صافي tu peux tout faire tu te crois permis de dire nous بغيتي fais très attention حنا surtout انا وياك كابتن سام في الاعلام كنديروا الراديو ودرنا التلفازه اكور عالم فروق على جوج bien sûr tu peux être fort en radio et que ça ne marche pas في la télé et tu peux être fort في la télé et في la radio ça ne marche pas وقليل وقليل قليل قليل اللي يديرهم بجوج يمكارطوني فيهم بجوج بحال المسرح والسينما والتلفازه اكزاكتو دونك ما تقارنش انت عندك ايميسيون راديو مع اون ايميسيون تيلي ساشو كو مومو دار ايميسيون تيلي مع ميدي ان وتحبسات او بوت دو سمان ولا مع اون سمان شي حاجه بحال هكا لي ديتاي دارها مع ميدي ان تي في اون ايميسيون تيلي وتحبسات وبكل صراحه كانت تجربه فاشله جدا وجانترفي عاوتاني حاجه اخرى رشيد ما خسرش الهضره مدواش قاعش مدواش رشيد اللي تي تري كلاس في الرد ديالو جبد اون انسيان هذاك سواء هو تحس براسو انه هو علاش كيدوي ولا ماشي في الارشيف في لا ما غاديش يخرج هكاك الا وعارف اي سور جو بونس جو بونس كو لي ستور مازال فيها مازال فيها مازال كاينه سيزون مازال عاطيه مازال عاطيه هذا اي جو بونس كو مومو زربتي هضرتي بالطريقه اللي هي خيبه اوتن وخيبه وجدك نطحنك وديك الهضره ديال عشيري وداك الشيء اونكور فوا باش عرفتي راسك ملي غادي تدوز لا تيلي غادي باسي رشيد علالي tu peux pas savoir même si tu le fais même si tu le fais c'est pas le sujet ماشي هو لو سوجي ماشي شكون اللي حسن كل واحد ولو ستيل ديالو كل واحد ولو ستيل ديالو كل واحد ناجح شفنا في ايميسيون ديال لي زونفون شفنا في ايميسيون دار presque tout le style شفنا في لومور aussi شفنا في لومور شفنا مع هشام شفنا في لومور كان زوين صراحه شوف شنا مع دنيا بوتازو شنا في ويزوين ماشي نفس لي ميم كارير شنا في كاميرا كاشي شنا في كانت من انجح الكاميرا كاشي بكل صراحه كاميرا كاشي ديال الطاكسي خطيره من احسن الكاميرا كاشي اللي دازو في المغرب بكل صراحه صديق كسي واحد البروفيل اللي لا علاقه مع مومو ماشي بحال ما تقارنش مومو زرب وقال لك انا شدك في التلفازه نطحنك يلا فرجنا قولي نعيطوا عليك يلا فرجنا بعدا بهذه الطريقه باش هضرتي صافي تري ديفيسيل طبعاً très très difficile mais شيء يدير في الثقة. La cible ديالك c'est les jeunes, les jeunes اللي طالعين داك الشيء va falloir donner une bonne image de toi. تهضر مزيان في les réseaux sociaux ديالك تهضر مزيان في هذا même si بغيتي تعاطى مع شي حد اخر ماشي c'est pas comme ça. Soit classe راه كنقول كاع لي بيرسوناج بوبليك اللي كيخرج كينفعل راه كيخرج على راسو il faut répondre بغيتي تجاوب بقى فيك الحال ماشي مشكل علاش غيجاوب راه هو لي دوا ريفليش مومو لي دوا حيت لاخر دار زعما اون فيديو ديالو ربي ما عرضت عليك في ليميسيون لا ولكن شكون اللي بدا في الاول لي دوا في الاول مومو بدا ولكن ما قالش رشيد طونسيون ما قالش سميت رشيد
ماش بنت سميت راشي وي وي مي لا بيرسون كونسيرني راه كتفهم ملي غدوي على شي حد راه داكشي اللي قلت انا كنقول يمكن يكون هو ما كانش كيدوي على رشيد بيتيتر اوكي دونك غنقول انا ما كندويش على رشيد وسالينا ما غنبداش نقول ليه كون انا بغيت وكون انا ما غنوصلش لهذا الشيء دونك كثير او بير دي كا غادي تضحك ولا غتقول لا تعليق وغدوز حاجه واحده اخرى ابار الا فريمون رشيد il est sûr il est sûr que c'est lui je ne pense pas que radi je ne pense pas que radi يخرج بحال هكا غيكون عيط سول ولا دوا معني تقعد في التليفون ولا شي حاجه بحال هكا ولكن شي خلاف قبل بيناتهم possible peut-être خلاف خصو يكون ولكن علاش حنا ما عندناش هذوك الناس اللي معروفين في كل مجال عندهم علاقات زوينين وكتشوفهم في دي زيفينمون مجموعين لا 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 ولكن سي تري غار كاينين ولكن سي تري غار لا ديسونج سي تري غار يقدر يكون عنده ان ايفينمون مثلا تكون لافون بروميير ديال سان فيلم وانت كتعرفو مزيان ويقدر يدوز من حداك وما يسلمش لك باسكو كاينه لافون بروميير ديال سان فيلم فهمتي بحال زعما من تما الاوسكار ديريكت ماذا بينا تاخذوا الاوسكارات حنا ما كرهناكمش تاخذوا الاوسكارات حنا ماذا بينا كساسوا في الدومين ديال الاعلام ولا كساسوا في الغناء ولا ماذا بينا تنجحوا ماذا بينا نشوفوا المغاربه مشرفين البلاد وماشي بشرط نكونوا حنا في الكوره في الرياضه في اي حاجه في السينما ماذا بينا في الكتابه في المسرح ماذا بينا المسرح ديال المغرب يكون يدير كيشي فيغمي ماذا بينا مي حنا عندنا واحد الشر مع بعضياتنا كون با بوسيبل يقدر يدوز من حداك هو كيعرفك حيت عنده لافون بروميير صافي كتحب داك لا حبيبي راه نهار واحد وصافي وسال الفيلم اي اسافوار راك على كف في افريت واش الفيلم غينجح واش شنو راه غتعاود تخدم واش ما عاودش تخدم دونك كونوا شويه هذا هو المشكل تاع الانسان ملي كينجح كما قالت هي كيقول راسو يقدر يعاير اللي بغى وياتاكي اللي بغى ويقول اللي بغى على اللي بغى يعني مثلا ملي كيتخايل راسو انه نجح مومو كيعرف راسو عنده واحد الشجاعه مومو تخبيا وي اون باي داكور الفلاغاجو بلا واحد الموجه طلع في واحد الموجه لقيتها أو لا راديو أو لو مورنينغ هذا الناس بداو يعرفوا شنو مورنينغ شنو كاين في المورنينغ جاب ان كونتوني اللي هو ان بو جون وعندو التريتوار ديالو بوحدو ما يقدر عليه حتى شي حاجة تخبيا ولكن سا نو بيرمي با وي بيان سور انك تكون اوتان وانك تهضر بديك الطريقه تخرج بتخسر الهضره واللي تنورك عارفين شنو راك راه ماشي حتى حنا راه وانتم رجاله بولادكم بداو تعاطوا ما عندها حتى معنى بون خصوصا ملي كتولي تخسر الهضره في لاستوري ودابا واخا انت ما بغيتيش تحترم رشيد العلالي وما تحترمش دوك الناس اللي كيتفرجوا فيك اكزاكتو شنو دابا دوك الناس اللي متبعينك ودوك لي مليون ديال لي فولورز اللي عندك اللي هما اللي كيصنعوا الواحد كيصنع النجاح بيان سور دير برنامج انت واخا يكون واعر ما يتفرجش فيك حتى حد غادي تنتحر يعني دوك الناس هما اللي كيديروا النجاح ديالك انت ضربتي في دوك الناس كاملين لاغراض شخصيه ديالك وتاتاكيتي في برنامج اونكور اون فوا تنقول كيركز في هذا البرنامج ونمشي معك انا بعيد دخلتي اخويا تفرجتي في البرنامج ما عجبكش دونك بدا تعايروا دابا حنا كندويو على الناس اللي كيعايروا في الكومونتير على البرامج اللي ما كيتجرؤوش اللي فوالا اللي ما عندهمش البوفوار ما عندوش لوداس وكاين لا راه انا جو سوي داكور ان الواحد يقول لك انا ما عجبنيش ان برودوي ولا ما عجبنيش محتوى من حقك العكس نحترمك ولكن الطريقه باش تقول اطونسيون شي اللي درتيها بطريقه اللي تكون مزيانه شي لا مانيير ديما تنقولوا من لا غير لا مانيير بغيتي دير ستوري تعصبتي اوكي ريفليشي بون مانيير تكون كلاس بغيتي تحط سا في بارتي دو بوز اوسي اطونسيون راه هادشي هاد لي زانترفونسيون بحال هكا راه ماشي غير هكا كربت انا بغي ندير البوز نساوني الناس اجي نقول شي حاجه يعني ولكن نقول شي حاجه نقيه قول شي حاجه نفعل الا بغيتي ولكن نفعل من فاصون اللي ضرب يدك في الخطا كلاس بروفيسيونيل ولكن بتخسر الهضره كتبان انت شكون كيبان الوجه الحقيقي ديالك لا واش انت تقول على برنامج ديال بلا ما نقول لك الكلمه اللي قال واش انت واش كيشاد في الدنيا ويخرج بوجهه مكشوف شوف الجراه ويقول برنامج ديال حنا كنقول هضروا على الناس يقولوا لهم نتوما يا بطل ما تبقاوش تعايروا البرامج في لي كومونتير واللي ما عجبوش شي فيلم ولا مسلسل ولا برنامج ما تفرجش فيه سي تون كريتيك تقدر تكون بوزيتيف ونيجاتيف مرحبا ولكن تخرج تقول ديك الجمله وانت انسان معروف وكتاتاكي انيماتور معروف ومنشط معروف تقول عليه ديك الهضره كومسا علنا قدام الناس كلها قلتها بينك وبين شي حد قلتي له داك راه برنامج واش وصلها لي كتقولها هكا واش جرأة ولا وقاحة يا يوسف لا دي انا بالنسبه لي وقاحة ماشي جرأة لان الجرأة هي انني نقول حاجه ما عجبتنيش والوقاحة هي انني نعير لو برودوي ولا نعير لا بيرسون مثلا حنا ملي غنديو مثلا هنا
فنان مثلا او لا فنانه اللي كان فنانه كانت طلبت شي حاجه في المهرجان وقلنا انها ما تسناي شويه على ما يكون دونك هذه ماشي باقه حمجيتنا حنا بالعكس جراه اننا قلنا على واحد الحاجه عادي يعني راينا كنقولوه مي ما غنتوقعوش عليك ولا غادي نسبوك ولا غادي نعيروك مي مالوغوزمون الناس كيمشيو لواحد لو ديليغ وواحد واحد شغل نقول لك واحد الحساسيه ولا تعد الناس من والو ما تيسمعوش حتى لا ريبليك مقاده كيديروا المونتاج ريوسهم كيسمعوا اللي بغاو او تيخليو اللي بغاو كمونتاج بوحدهم فهمتوا كيتيقوا كيخرجوا عينيهم سا سي سي با بروفيسيونيل دو تو فينون دون بيرسون بروفيسيونيل اللي المغاربه كيبغيوها تري بيان ان توكا انا كنتمنى ان هذا الخلاف هذا يسالي صافي فاش تخلف غير يسالي دابا كنمشي ستوري كا 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 كي 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 لا 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 ما كنظنش كاين خلافات اللي بقاو كاين خلافات اللي بقاو ما بين الفنانين مدة طويلة مع الأسف وكاين خلافات اللي كيزيدوا مازال غيولي واحد لا تعيط على الان ايفينمون الاخر ما يجيش غيوليو بزاف ديال واش معيط لفلان انا ما نجيش قوي ما يجوني صاوي وكيوليو بزاف ديال التبعيات ديال هذا المشكل انا جيسبر ان هذا المشكل يتجمع واخا سميتو غير انا كل واحد فيهم عنده داك لافيغتي ديالو عنده الانا طالعه جو كومبخون نرجع عليه نتقلق باسكو انا كنجلس في دار السيد سد عليه في دارو تا جاتو ستوري كيتعير فيها شوفوا جو بونس كو يوسف انت لا توقعت لك انت كيفاش غتجاوب ما كنجاوبش انايا وقعت لي لا مي هكا عطاك ديريكت مي كاينش بيرسوناج بوبليك خارج كي دوي في ستوري كي كيعير في البروج داكشي اللي كدير يساتك ديريكت مي ماشي بديك الطريقه غادي تكون لا ما يا ما نجاوبش يا نجاوب بطريقه واحده اخرى سهله وقعت لنا في لافون بروميير ديال الفيلم المغربي اللي خرج الاخر انا ماشي انا انا ماشي انا انا ماشي انا وواحد الفنانه اللي كنحترموها ومراه كبيره قيمه وكبيره سنا وانا كنحترمها وانا غون فان ديالها اتاكاتني كوم سا غراتويتمون اوك ما عمرني جبتها في ليميسيون ما عمرني قلت فيها شي حاجه خايبه اتاكاتني مي بغات تستفزني وانا بكل بروده فهمتي اوكي كنسلم على تلام آه لا علاش انت كتفرجي في هذا البرنامج وانت كتعرفيني وكتعرفي هاد الناس علاش ما عمرك صيفطتي ميساج بور نو زونكوراجي صح باسكو لي زونكوراجمون غايجيوك من عند الناس كلهم شكرا ولكن كوم ميم الا جاتك من عند فنان ولا عند فنانه تو ابريسي كيعجبك عند انيماتور ولا انيماتريس كيقول لك مزيان ولا حاجه زوينه حاجه ما زوينهش كيعجبك الحال مي تجي وتعطيني زدت اور كو تي لي با كونسيرني جاوبت انا بكل طلاقه ودرت لها من جهه واحده اخرى الو غبرتي ايوا كي دايره وكاين شي حاجه في رمضان وكيطفيتها دونك انا جو رياجي كوم صح حيت الا مشيت تدخلت معاك في لو جو غنسالي واش ديال قطعك حنا سالي لهذا الشيء ولات بانت بحال ولات على مود هذه القضيه ديال نجاوبوا في نجاوبوا في الخدمه ونجاوبوا نجاوبوا خيو دو نوفو بيرسوناج خرجوا اغاني جداد ديروا برامج جداد ما نساوش راه مومو اللي جاوب راشد على لي راه طاقة في لاسطوف بيان سور ما فهمتش اش طاقة واش بغيتي ريبارطاجيها راه كاين اللي صحاب الحسنات وصلوا لي صال الدار لا كاين اللي الاخر جاوبوا راشد على لي زعما هما مشاو بعيد ودار ليه بوس با بلوس وتحيه التحيه اللي في باج اللي كيشدوا لي ستوري في ديك الساعه ودوك لي لايف اللحظه شي لحظه انا بدات تنقول لكم برافو شكرا مصايب بقاو بالعدا والله عاد غير كنقول لك ستوري بقات لها شي 2 دقائق وتسالي في النهار 24 اور كتجي كتلقى كل موجوده مونتي مقدم دائما في اطار برنامج رشيد شو ديال رشيد العلالي استضاف المغنيه ريم فكري و بيان سور فهذوك الفقره ديال الاسئله اللي كيسولها سولها شكون هي الارتيست اللي ماقدر ما عمرها ما دير معها فيتشرين ونشوفوا الجواب ديالها شكون هي الفنانه المغربيه اللي مستحيل دير معها ديو سي ضروري نقول شي سميه قولي لما قلتيش انا كل معاك انا بصلا وانا ما داير والو ايلي صافي اليوم اليوم رشيد العلالي حاضر بقوه في حلقه برنامج غوسيب رشيد العلالي بيان سور قام بتشعيل ما يسمى بالعوافي نعم وسول وهو بارع في ذلك فوالا سولها شكون هي عجب سؤال صعيب الفنانه المغربيه اللي ما تغنيش معاها ديجا كون قلتي ليها في العالم كامل جبت لك شي سميه يمكن حيت عارف ان لارتيست اوسي حدا طنجة داكشي علاش ما قالش العالم كامل الوغ هي قالت جاوبات بإيلي اللي كدير لو راب إيلي خرجت بستوري و إل ساتاك ريم فكري وقالت ليها أنت نسيتي وحطت ديسكرين ديال دي ميساج اللي كانت كتصيفطهم لها ريم فكري وكتسولها على الرأي ديالها في الشونسون ديالها يلاه بدات الأغاني ديالها شنو رأيك في التراك شنو هذا وإيلي كانت كتجاوبها زعما وي نو وي كتنصحها كانت كتنصحها نشوفوا الجواب تاع إيلي
ماشي ما تبقاوش تخليو الشهره تبدل لكم، حيت هادشي اللي كدوزي منه انت دابا انا راه دزت منه ساليته شحال هادي وطلع ليا فراسي. دونك من الاحسن اختي تفاداي تجبديني فشي حاجه، سينو راكي عارفه شنو يقدر يطرى. وهذا ماشي تهديد، كنهضر على الموسيقى كوتي موسيقى، وتسناو 2024. انا هاد ستوريات درتهم لكم غير باش نبين لكم باللي راه بنادم راه زيرو راه والو السطر. دونك بديك الطريقه صباح الخير لافا، راه تشوفي وجهه اخرى فكره. رجعي لي الشين للرئيس بعدا اللي سرقتي، الشين اللي كيتحط في هاد الديسك ديال الرئيس مسكين خدم فيها حياته كامله وخدام فيها في الخارج داك المناجر ديالك انتها. ومهم بلا ما نهضروا على هادشي، ولكن بي كيرفول. دونك وحده اللي بدات هادشي كامل وبدات هاد الموف كامل بدا من ديزويت وسمعت عليها الهضره وما نعرف شنو، باش تجي انت هنا كيرا تقولي لهم ما ديريش فيك معايا. وشكون قال لك انا غندير معاك فيك؟ شكون انت؟ ما غادي ندافع على لا ريم فكري ولا على ايلي، كل وحده فيهم جوبونس قادره تدافع على راسها. مي انا ما نطاكيش فنانه كمسا ونقول لا ما نديرش معاها فيتشرين، واخا تكون ماشي لو ستيل ديالي ما نجيش ونقول عليها ما نديرش معاها. انا جوبونس ما متفقاش معاك ابتي سامي، اون بارلوغا ابري نشوفو. انا لا فيريتي بون انا ما عرفتش شنو سبب الخلاف وشنو اللي كان بيناتهم، مي جو بونس من حقك تقول وي هذا الفنان ما كيعجبنيش وهذا الفنان كيعجبني. خصنا نوصلوا لهذ المرحله في المغرب اننا في اون ايميسيون نجيو ما كتعجبنيش ما كاتش ما كتعجبنيش راه دابا راه ما نديرش معاه وي كلمه مهمه ما كاتش ما كتعجبنيش اللي قال شنو هو كل ارتيست ما تبغيش ديري معاه فيت نقدر جوك كان دابا نعطيك ثلاثه متابعين وانا هذا يعني انني لا احترم هاد الناس هل هذا يعني ان ما عنديش معاهم مش عندي معاهم شي حساب؟ هذا يعني انا ماشي ستيل ديالي وان مي ابارامون كاينه استوار فوالا ما نجبدش شي حد اللي عندي معاه خلاف نصفي مع الحسابات في برنامج. حيت ما قلت لها خديتي لاشين ديالي ما لاشين ديالي ابارامون شي قصه واقعه ديجا دونك هذا انتقام دونك فوالا تصفيه حساب. حيت انا غتسولي مثلا عاد تقول لي فلان واحد الممثل فلان فلان شكون ما تبغيش تقدر نقول لك مثلا الممثل فلان فلاني الكاميرا اللي غتجمع لي انا وياه ما كايناش من حقي حتى انا كاينين بزاف الناس ما غاديش يبغيو يمثلوا معايا ولا يكون معايا في ان بروجي عادي من حقهم ما يكونش خاص الناس يتقبلوا ويتقبلوا لا كريتيك. دونك ما بقاوش حنا ديما كنمجدوكم وكنشكروكم اللي دار شي حاجه ما هيش الفول دير بكل احترام لارتيست والفنان يعني ماشي شخصه كدوي على لا ماتيير ولا على الاغنيه اللي قدم او على العمل اللي قدم حقك انك ما يعجبكش ما خاصش الانسان تكون عنده الحساسيه انه يتقلق من الحاجه. مي ابخي ماشي انا وياك نديرين القرعه وتما ما كليتي القرعه ديالي ونقدسنا كان تدعو على 30 عام ودوز انيميسيون باش نطاكيك هذا سميتو انتقام هذا سي اوتر شوز يكون ان هيستوري قديم ما نقدر ندوي على فنان نقول لك انا ما بغيتش نمثل مع الفنان ولا الفنانه فلان فلانيه وانا ما عمرنا تلاقينا كاع هكا ما كنتعرفوش كاع سي تان شوا وانتوما من حقكم تقولوا عليا. بيان مثلا البرنامج ديال السهم ديال الزميله ماجده عندها واحد لا روبريك اللي كتعجبني بزاف اللي كتقترح الفنان او لي زانفيتي اللي كيكونوا عندها اون جينيرال تختار بين جوج ديال فنانه مثلا ولا جوج وكيختاروا ما عمر كان شي مشكل. هذا لا يعني ان هاد الفنان هذا ما تنحملوش وهذا عندي لا تقبلوا لا كريتيك تقبلوا مثلا الا كان شي قصه لتحت كانت شي قصه اخرى بحال مثلا اللي دابا خرجت قالت لك لاشين اللي شفرتي وديك كاين واحد ستور مع الرئيس ومع هادو لي رابور بيناتهم عارفين اش واقع. جو بونس با كريم ديك الساعه جاوبات حيت كان طرا داكشي حيت جو بونس با عنده حتى شي علاقه اللي تال ما بقى فيها الحال كيف كنقول عاوتاني خروج كتخرج لشي ستوري بلا ما تفكر بالاعصاب ديالك باك كتحطي قنبله ما حطاتش قنبله قنبله قالت شفرات لاشين قالت لا 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 داكشي كيما قلتي انت لا قصص بيناتهم هادوك اللي حسيت على راسها ديجا اللي مسكينه لا توجور سوبي لا توجور هي سوبي كليك انا عندها لي فان ناجحه لا لا تكون ناجحه ما كانتش ناجحه ديجا اللي راه اللي كيفيق اللي بيان سور اللي كيفيق من النعاس راه كيساتك ايلي وديجا دارتيست جو ليم بوكو وعاوتاني اللي نا با ايتي اتاكي وعاوتاني اسمح لي غنعاود ناتاكي ايلي وتانا غنجاوب باش نبقى جالسه انا با ايتي اتاكي فهاد الشيء دابا قلتي لي شوفي هاد المقطع انت بالنسبه لك ساره المقطع فيه واش بغيت شنو هو الفنان اللي ما تبغيش دير معاه هذا ايلي ما قالتش اللي طرا ليا معاه بلان ما سولاش شي سؤال اللي برات فيه شي حويجات لا يمكن ايلي عارفه السبب
أباغي لاشتي أباغي لراشد واعر وكانوا في شي أغنطين ودواء ويقول أجي وحتى راشد كترالي لها اللعبة كتقول هذا كتقول هذا راح اللي طالية معها شي مشكل ولا شي حاجة تيقول واخا أوكي كيخليها اللايف تال تغناش تيقول أشنا هو الفنان كش دقيقتي لا كيش الدورة كبيرة راشد باش عقنا بي سانو بروفيسيونيل سانو بروفيسيونيل مي ضحكني كيفاش لا رياكسيون ديال رشيد اون فوا قالت لي كاينه شي حاجه حيت دار واحد الضحكه كنشوف اوكي اون توكا انكور اون فوا بغينا نكون نتوما بجوجكم ان بو في لو ميم ستايل ريم فكري وايلي كما كان الحال ايلي قبل منك في هذا الدومين بيان سور انا جوغ ايفيتي نقولها باسكو فهمتيني سورتو الغا نحترم لا كرونولوجي بحال كيما وقع مشكل شحال هادي ما بين بيغ وما بين مسلم ابخي لو ريغريت داك المشكل ملي كبروا دار خالهم سكي في ايفيتيو اتاكو بعضياتنا ديريكتومون ايفيتيو شي جبد شي نقول ليها سيدي ندير معاهم كاملين في تورينغ عرفتي نيوس ما كنتش داك لا 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 ما نديرش معاهم كاملين في تورينغ انا كنت سولت على واحد ليموريست مغربيه وانا جو لابريسي با بوكو قال لي قلت له هاد السيده فلان فلانيه J'aimerais bien Anna tbeddel carrément j'étais bon je sais que j'étais méchant قلت ليهم تبدل دير حاجه واحده اخرى باسكو هادشي اللي كدير هي ليمور اللي كدير هي ما كيضحكش انا وكان هذا رايي الشخصي بون عندها لي فان ديالها بيان سور وي عاوتاني ولكن اسمح لي دابا يوسف كاين يوسف واحد يمكنش كلنا بزاف ديال يوسف هذا ما قدروا نمشيو نافونسيو في الحياه غوزمون راه خايبين راه مازال يوسف لا قالك راه خايبين كيبقى عندنا واحد يوسف قابلين عليه ما عندناش كنديرو لو ولا عندنا كلشي يوسف راه طيب الله برعتني ابتسام بروف هذيك خصك تكتب التاريخ سي فري يوسف كونتي ملي كيهضر على شي حد بجنوانيغ تخي فيرم الناس كتقبل يوسف باسكو عارفين يوسف الي كوم سا وضروري من كل بلاد كتلقى فيها واحد يوسف ايوا سي با انا سكو جو دي سي با زعما ميشون لا كونتر لا بيرسون ولا جالوزي ولا كواك سو سوا سي انا دي بيرسونيل حنا في الدومين شوف واحد الدومين بحال ان بوكيت فلور انت عندك دا فان ديال كيبغي وكان عندي دياولي عندي واحد اللي ما كيبغيونيش هذوك اللي كيبغيو ما كيبغيونيش انا هذوك اللي كيبغيونا حنا سي كوم سا اوني با لا بومبليغ ا تو الموند المهم كل واحد كيدير شي حاجه اللي كيقدر عليها ولي سونتيل كيدير بحب هذا هو المهم وما كديرش باش حن واحد خرف طريقه كي يقولوا محشومه في اطار ديكلاراسيون لي شويه شوف شكل البرنامج اللي كان نفيسه بن شيدا الممثله نفيسه بن شيدا الضيفه ديال مراد العشابي ودارت واحد لا ديكلاراسيون شوفوها كنتي فقيره نو دوزتي الفقر جامي انت من عائله غنيه عائله غنيه قاريه كيف ما كيقولوا بالفرنسي اريستوكرات نوبل كبرة الحمد لله في الخير مع عمري ما تخصيت مع عمري ما الحمد لله مع الوالدين ديالي مع العائلة ديالي بابا الله يرحمه كان طبيب والعائلة كاملة زعما الحمد لله مع عمري ما حسيت بشي حاجة اللي بقيت بالجوع ولا شربت زعما كنت عايشة غير بأتاي والخبز ولا زعما الحمد لله ولكن ديما كنحس بالناس اللي مخصوصين الحمد لله زعما هادشي كيفاش تربيت انايا وباش نعاون الناس وباش ما نخليش الواحد اللي قدامي مخصوص ولا هذا هو لسنة الحياه مراد العشابي سي مراد العشابي كما قلت عندنا واحد في المغرب الاسئله ديالو ديما سبيسيال واعر جو نيم بوكو الاسئله ديالو خاصه بيك لا واش كبرتي في الفقر واش هو اللي خاصنا هنا قال لا واش عشتي في الفقر اش جاوبتك شو الجواب تاعها اللي هي اريستوكرات نوبل لو بابا اي ميدسان ما عمرها ما كبرت بالخبز واتاي ديكلاراسيون اللي كان ميم مستفزه الناس اللي كل الخبز واتاي اللي هو المغاربه كلهم اللي هو الخبز واتاي راه هو باش كبرنا كلنا كلينا الخبز واتاي راه ميم هذوك اللي اريستوكرات اللي هضرتي عليهم راه كيفطروا بالخبز واتاي باش كيفطروا بالدجاجه والخبز راه كيما كان الفورما ديالو كيبقى خبز فينواز غير على باز ديالو دقيق وما كيبغى يكون طوست خبز داير خبز قرصه خبز كوميره خبز بنوازه خبز كله خبز دو توت فاسون هو اتاي كيجينا من الشينوا ولا اتاي مغربي سيتو كاين الانجليش تي كاين اللي اتاي تخرج دوك العالم كيشرب اتاي وكياكل الخبز هذا ما عنده حتى علاقه بالفقر ولا بالغنى هادي دو ان Quand on est riche, déjà il faut être riche du cœur. Donc on ne peut pas dire
ما كنقولوش حنا نوبل اريستوكرات دوك نتوما كتجلسوا كديروا كتبه فوق راسكم باش تقدركم واقف مي فرانشمون كونطوني ارتست ما كنديوش بالالقاب وبالانساب وانا مولاي فلان ولا انا سيد فلان ولا نو كندوش بالالقاب بزاف الناس فنانين عندهم عندهم كنيات ديال عائلات كبار وباش يبدلوا كنياتهم باش ما تكونش واحد الحساسيه لان الفنان ما عندوش علاش يكون عنده القاب دو فينوا دو نو نو حنا ماشي فلان محسن جمال محسن جمال اكزاكتومون وي ولي هو عائله غنيه جدا وعائله كبيره ومعروفه وخلا محسن جمال باش يبقى عنده انو ارتستيك تعرفوا هو مغني ما تعرفوش حيت هو با فلان الا كان شي حد غيدوي على نوبلس دوي عليها دوي عليها سماهان الله يرحمها وفريد الاطرش يدوي عليها يوسف بيك وهبي عائلة بشاوات ما الناس ما عمرهم استعملوا هذا الستاتيو باسكو كون توي ارتست ما كتستعملش لو ستاتيو وما عندكش ما كبرتش فقط نقول وي الحمد لله كبرت مع عائله زوينه بسيطه كلنا فقراء تحت الله تحت رحمه الله وانا كناتي وانا الفكراء نو سي فيني داك الشيء نو ماري انطوانيت نو ماتت شنقوها انا تنظن ان مدام نفيسه ماشي بقى فيا الحال بقى فيا الحال ماشي تعجبك ولا بقى في الحال كيفاش الناس شفت لي كومونتير وكيفاش هذا انا بونس كو واخده واحد مسار اخر عليكم نتوما مش بصح كانت غير مالا دووات في الهضره ديالها اللي تي تري مالا دووات بحال السؤال حرجها تيلمون لانيماتور كو دخلت وخرجت في الهضره انا جاتني بحال تقول انا ماشي بحال الفقر معايا بحال تقول لي لا 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 انا ماشي فقير هذاك نتعاده فهمتي الفقر جربه لا بحال هكا لا لي زامي والله جونس بحال انا قلت جوبي لا سمحي لي انا قلت جوبي انا حيت انت كتعرفها بيرسونيل لا سي ميم با سا نو سي ميم با سا كعرفها بصح انكور بيغ باش نقول لك واحد الاسئله نو كونطوني ارتست كونطوني ارتست ما كنحتاجوش ميم با بالعكس اون في ميم با اتونسيون جوستومون اون في با اتونسيون كونط اوني ارتست ما كنسى ملي كنديروا الفن كنساو الالقاب ومنين جينا حيت حنا ملي كنكونوا كنصوروا في هو اللي سولها واش عمرك عشتي في حيت حنا ملي كنصوروا في ان بلاطو في ان بلاطو خاصنا نسيفو واحد المساله ان الممثل ولا الفنان ملي كيصور في بلاطو راه ما كيجيبوش لنا تريتور الطبله ضربه من هنا اللي راه ساندويتش ديال طون دي فوا كيتشير عليك لقيتي ما لقيتش شي حاجه في الارض تم الارض وكولو لي كونديسيون ديال التوغلاج في بلاطو ماروكا خاص باش نتفاهموا احنا ما كناكلوش بلي كوفير اون ارجون كيجيبوا لنا كيسان ديال كريستال كيجيبوا لنا كاس اتاي خبز وخير السربايه لابسه دوني وجايب لنا لا كارت باش كنعزلوا في الميلاش شنو ناكلوا دونك راه كنا كنديروا الفن وكنا كنعرفوا لي كونديسيون ديال لا برود كيفاش دايرين دونك جو سوي ديزولي كونط اوني نوبل ايستوكرات تو سا ما كنديروش التمثيل كنديروا لا برودكسيون لا مي اون بو اتر مسهل علينا ربي وندير التمثيل سي تري ار لا ميكش نو ما عرفتش انا بعدا ما كونيسونس ما عرفتش ممثلين جاي من دي فامي تري ريش ما نقدروش نديروا لا برود الوغ كو ما يسمحوا ليا نوبل فامي نوبل راه قلت لك غايتي مالا شنو هي فامي نوبل عائلة لازوق دي باشا نازك سلحدار لا شنو هي فامي نوبل نوبل سي سافادور كنتي عندها علاقه بفلوس نوبل عندها علاقه بفلوس سافادور كنتي شنو هي فامي نوبل انا معني فامي نوبل الناس يعني هما النبلاء 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 انسان نبيل بور مو شي واحد الكومبورتمون ديالو انسان نبيل هذا هو النوبل اكزاكتومون اما تقول انا كنجي من عائله نبيله سافادور كوا نبيل عنيد يمكن عند الشجره ديال ولو كاين شي واحد مقطع من الشجره كاين عنده شجره ولو ادينا الشجره اش غندير لها نحيد داك اللقب اللي عندي قبل ما نسميه نحيدو ما كنعطيش من غير الفرق الرسميه ومن اي عائله راه شجره لا حنا دابا كنا كنشجع على حنا قال لي مالا دواتو صافي الله اعلم وصافي ما كنعرفش بيرسونيلمون قلت تي المصدم هذاك السؤال لا كاينين الفنانين شوفي كاينين الفنانين ما مصالحينش مع ريوسهم كاينين فنانين عايشين دي بيرسوناج كي سون باريال كاينين فنانين كيخرجوا عينيهم كيلبسوا الفيك وكيطرطقوا عينيهم كاينين فنانين كتبغي توصل لدارهم كتقول لك وي جابيت لا هي ساكنه في حي مولاي بعيد وكتقول لك وقفيني بولفار دونفا وتحطيها وتصوني على الانترفون على عباد الله تتمشي انت وتشد هي الطاكسي ولا تهرب شوفي جي في دي كا واو واو جيمغي عاد ما كانش كون بيتيت سوري ونكون معاك في هذا المكان والله العظيم جي في دي كا بون بيان سور لا كروند ماجوريتي ديال الفنانين مغاربه مصالحين مع راسهم حيت الفن اتاي الخبز اولا الفن كيخليك تصالح مع الذات الفقر ماشي عيب اتاي الخبز سي با دوني ا تو لو موند لان اتاي بالفلوس وخاصو البوطه وخاصو الغاز وخاصو لوكال فين غتشربوا الحمد ربي يشكر وخاصو الصحه باش يدوز ليك اصلا لان كاين الناس مع الاسف ما عندهمش الصحه باش يشربوا الخبز واتاي دونك الخبز واتاي ماشي ريفيرونس ديال الفقر ما عمر الفقر كان عيب وما عمر الفقر ما حنا كنا فقراء تحت رحمه الله غنى هو غنى النفس وغنى القلب والله يهدي الفنانين ويدير لهم شي عقل هادشي اللي كاين غنمشيو باقي مازال ما ساليناش الشرا مازال الحطاويله غنرجعوا بعد الفاصل بقاو معنا
ورجعنا معكم مشاهدينا واللي ما عارفينوش ان هذا الاسبوع نهار 2 18 دو جانفير ما يسمى بديسمبر كان هو اليوم العالمي للغة العربية. فرشات لي فهمتي قالت لك دو جانفير ما يمكنش ندير اللغة العربية ونقول ديسمبر. اكيد كان اليوم العالمي للغة العربية. شنو هي العلاقة ديالكم مع اللغة العربية؟ علاقتي مع اللغه العربيه انا في اخبار بواحد القضيه غنقول لك بوغ لا بروميير فوا ملي كنت كنقرا في جو بونس في الشهاده الابتدائيه كانت كتقول لي الاستاذه ديالي المعلمه كانت كتقريني سميتها استاذه امزيل كتقول لي انت تجي مدير ولا مقدم برامج هذاك يمينا جافي 11 لانني كنت عندي الفصاحه في اللغه العربيه ونهار حليت عيني على الكتوبه بون ابار ا غران با اللي كان متعقلوش لان سمحت باقيين صغار واحد ا غران با واحد كيطيب الحريره وكدي عليه وداك الشيء ما كان فيه لهذا لا جينيراسيون ديالي اكيد غيعرفوا كنت كنقرا بزاف اللغه العربيه وخويا اللي كبر مني قاري اللغه العربيه وكاتب الشعر والقصص وداك الشيء اي سي تي لون كو جادور كنعرف كنتكلم اللغه العربيه بفصاحه وكنحماق على اللغه العربيه ومن احب اللغات عندي هي اللغه العربيه لان صعيبه بزاف بيان سور ديما انا كنت كناكل العصا على الاعراب والنحو وداك الشيء وما طلعتش مغلوغوز ما طلعتش صعيبه اللغه العربيه صعيبه ويه من اصعب اللغات صعيبه اللغه العربيه ولكن جميله اللغه العربيه جميله كتابتها جميله ونطقها جميل انا عطوري كملي مع يوسف نصرانيه الاخت نصرانيه لا انا ما انا لا لا سمحي الاخت اريستوكرات لا انا نوبل شوف انا نبيله شو انا نبيله لا انا عندي مالوغوزمون كنحماق العربية نسمعها رائعة من جميل ولكن قريت قريت في دي زيكول اللي ما قريتش فيهم العربية بزاف عندي الوالدة كبرت كل حياتها كاملة في فرنسا دونك كبرت بالتربية مالوغوزمون ما كنفتخرش بها حيت كنشوف لي كومونتير مش كدوب بالفرنساوية بزاف كتهضري بالعربية ولا بالفرنساوية كنحاول والله لا كنحاول دارجة مزيان كنحاول تيخرجوا كلمات برا فرنساوية ما تاخذوهاش مني مقلات الصواب مزيان كتعرفوا العربية تعرفوا تا هو شويه الفرنسي تخلطوا بيناتهم هي في حقيقه اما هكا اما هكا انا بالنسبه لي المهم نفهمك وليت دابا واحد لا جينيراسيون طالعه بالانكلي كاع كتقول عرفتي ديك البارح عرفتي راه كانت واحد لا سواغي اميزينغ ولات واحد الهضره ولات اخرى طالعه واحد جينيراسيون اخرى ما كنديروهاش بالعاني ما كنتصنعوش انا هكا كندوي قدام الكاميرا كيف كندوي في الراديو كيف كندوي مع وليداتي كيف كندوي في الزنقه كندوي مع الملحن وكيف كندوي مع كل شيء كندوي بهذه الطريقه كيخرجوا كلمات فرنسويه كنحاول نزير راسي باش ما يخرجش بزاف وهذا هو اللي كاين خصوصا ان هناك برامج اللي كيدوي فيهم المحاولين باللغه العربيه يعني حنا ما يمكنش نديرو نفس البرنامج راه خاصنا لي زانيماتور ماروكان اللي كتعجبك اللغه العربيه ديالو الفصحى فاطمه افريقي لا يتقرأ الخير ماشي ماشي غير ماشي غير في اللغة العربية الفصحى ك ك ك ك كمذيعة ديما كنت كنحلم بالطريقة ديالها يمكن هي اللي تري كالم انا شوية اجيتي تري كالم مع تري كالم ولكن نوبيش انه واخا انا الاسلوب ديالي ما يمكنش يكون هو فاطمة افريقي ولكن كيعجبني وجيمي بوكو هي من الناس اللي بقاو ديما عندهم داك الاثر ديالها وكتدوب اللغه العربيه مزيان بزاف وطريقه الالقاء ديالها رائع جدا جدا فاطمه تواتي وسي عتيق بن شيقر وي لغته العربيه العرب الذال المعجمه كيفاش كتنطق واحد الفصاحه ساشون كل مغاربة ما كيدوش بزاف باللغة العربية الفصحى مزيان مشاهد أبقى الجندي الله يرحمه محمد حسن الجندي لأنه دار فيلم الرسالة طيب صديقي الله يرحمه يعني كاين بزاف الأسماء مغربية في الصراحة اللي ما حضرينيش دابا ممثلين المغاربة اللي كانوا كيدوا بالعرب اللغة العربية الفصحى ربيع القاطي كيدوي بالعربية الفصحى وكان واحد الفيديو هشام بهلول وكان واحد الفيديو خرجت جوج واحد سياسي مصري اللي كان تلاقى مع الراحل حسن الثاني الله يرحمه وقال من احسن الناس اللي شافوهم كيدوي باللغة العربية الراحل حسن الثاني يعني كانت عنده واحد الفصاحة في اللغة العربية اللي هو اللي مصري والمصريين تما عندهم ثقافة اللغة العربية ما عمره ما شاف بحال ديك الفصاحة في اللغة العربية وداك لو نيفو ديال اللغة العربية ف
فنتمنى ان يكونوا برامج اكثر اللغه العربيه وان اللغه العربيه تاخذ اكثر مساحه. هي راه عزيزي علينا الا ما كناش كندويو بها راه صافي جابك نقللوا منها ولا ما كنرضاوش بها. لا ماشي كنسوق نقللوا لا انا فاس غلط كيتعصب بحال كنعيقوا عليه. لا الناس ما بقاوش كيقراو ما بقاش ما بقيناش كلنا ماشي غير الناس كلنا ما بقيناش كنقراو لان ملي كنا صغار كنا كنقراو الجورنال الوالد كيشري الجريده العالم او الاتحاد الاشتراكي جرائد كتقرا احداث مغربيه كتقرا صوت واحد الصفحه من القلب الى القلب كانوا كيكونوا فيها المصايب كنطيروا فيها كبرنا في اقراء بيان سور في القران في بزاف الحوايج يعني الفصاحه الشعر الجاهليه انا قريت شعر بزاف قريت كتب بالعربيه بزاف من بعد وليت كنقرا بالفرنساويه اوسي باسكو بغيت نتعلم الفرنساويه مي تنقرا العربيه بزاف كاينين كتاب مغاربه كيكتبوا زوين كتاب مصريين كيكتبوا زوين قريت بزاف مع الاسف ما بقيتش كنقرا دابا بزاف ولكن ماشي فورسيمون نستعملوها باسكو ماشي اللغه العاميه ديالتنا ولكن اللغه العربيه دائما عندها قيمه لغه القران واللغه اللي كنبغيوها بزاف اللغه اللي كنحبوا رقم واحد طبعا واللغه الام اكيد افون تو غنكملوا في اللغه العربيه والناس الزوينين اللي جبتي بحال فاطمه افريقي وعتيق بن شقر وغادي نشوف واحد الفيديو ديال الموسيقار عبد الوهاب التكالي اسمح لي شوية تعبان كنتم تسمعون صوتي كما تسمعونه لكن أريد أن أبقى هذا السمع في أذانكم ولا تسمعوني بشكل آخر ربما سوف يعجبكم كان يا مكان حكاية ترويها العجايز للصبيان بالمتنام يغني عراوي عمام زمان بدي الكلام كان الموسيقار عبد الوهاب التكالي فهاد الديسكور ديالو كان أكثر من رائع لأن شوف الطريقة كيفاش اعتذر على أنه يغني وكنشوف أنه عنده الصح أن الإنسان ملي كي الحق لواحد لاج وزي كبر بيسوغ ميمكنش كل شيء تبعك في السن إما الصوت إما هاجي إما فضل أن تبقى الناس عندهم في ديك الذكرى ديالتهم الصوت ديال الموسيقار عبد الوهاب التكالي من أكثر الفنانين جرأة في المغرب جرأة في الفن أنا خاصك تكون جريء راه باش تغني باش تغني أغنية سوق البشرية كتبيع وتشري فيها أغنية باش تكتبها حتى واحد زعما كنت حد اي واحد يزعم يدير ان برودوي ارتستيك بحال هذا اكطوال باش يكتبها واش هو اللي كاتبها لا باش يغنيها باش يغني في مون بارناس مات خويا يا بويا وهذه تحيه كبيره للشاعر اسمه احمد البتولي اللي هو كتبها باش جرأة تغني اغنيه على بحال على 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 مون بارناس شي واحد يقدر يدخل في اغنيه بحال هكا كلمه مون بارناس وعاود قصه ما كاينش شي حد في الجرأة الفنيه في المغرب بحال عبد الوهاب التكالي سن وصل انه هو عيا وكنفضل بزاف ان واحد يخرج بهاد لا نوبليس ودابا غنستعمل كلمه نوبل بهاد لا نوبليس ويكتفي بداكشي اللي غنى قبل باش يخلي ديك ليماج زوينه حسن ما كتلقاش واحد صافي كبر وعيا وباقي باغي يغني ومصمم وي ابري سي دي شوا ابري الفنان سي دي شوا ياك تي داكور سي دي شوا لان مزيان انك توصل اولا بعدا كنوجه تحيه كبيره للفنان وموسيقار الاجيال العظيم والكبير بزاف والعزيز واللي سافر بالاغنيه المغربيه وهما يعدون على رؤوس الاصابع الرواد اللي سافروا بالاغنيه المغربيه للعالم العربي والعالم وداروا مسارح في العالم كله الله يعطيه الصحه وطول العمر ويخليه لينا باسكو هادو الناس يتعاودوش ما يعاودوش التاريخ كان سباق في الالحان سباق في الالحان وكانوا كيجونا غريبين ملي كنا حنا صغار الجرأة الالحان كيجونا غريبه كيفاش الموسيقى كيفاش مي كان ما يقام ويقعد ولا يحترموا فنيا من كبار الفنانين في العالم العربي كيحترموه بزاف دونك بغيت نرجع معاك ابتسام واحد النقطه ديال ان الفنان لاج وي مي مورير سور سان كاين اللي بغى يبقى يغني تيموت سور سان كاين اللي بغى يمثل تيموت سور سان سي دي شوا
يغني بالكلمات متقاطعه خصنا نحترمه لانه هذاك الاداء اللي كيديره وهذيك لاسيل اللي كيوقف فيها وداك الحب ديال الجمهور اللي كيعطي الحياه نهار يحبس داك الشيء نهار غادي بالنسبه ليه هو انتهت الحياه فإلى وصل الفنان انه يعتزل في واحد السن او لا انه قدر عليها فبرافو عليه شابو با ولكن حتى اللي بغى يغني وما عندوش الجهد فين يغني مثلا جورج واسوف الله يعطيه الصحه وطول العمر هي بزاف هي بزاف ولكن راه كيموت على الفن سي كوم سا انا متفق معك يوسف كيبقى اختيار واختيار ديالو بيان سور الموسيقى المغربيه كنت كنشوفو شحال هادي وكنشوف كيفاش كيفاش تيغني وكيفاش كيلبس راه كان فايت واحد الكارير انكرويابل كيوصل حتى الاخر كيطرا مشكل ولا كيمسكين كيموت بشي طريقه اللي ماشي هي هذيك ولا كيوقع عليه شي حاجه اللي نيجاتيف ولكن كتحتار واحد راه جر معاه واحد القطار هذا دونك فوالا هذه الانترفونسيون ديالي في هذا البارتي جوائز كبيره صحه البشريه من الاغاني اللي خداو جوائز على الصعيد العربي كامل اكيد بغيت نوجه الا سمحتوا لي واحد التحيه للسي عبد الهادي بالخياطه هو الله يطول في عمره والله يعطيه الصحه والعافيه والفنانة الكبيرة القديرة الحبيبة على قلبنا كاملين للا نعيمة سميح حتى هي اختارت انها تعتزل ما تبقاش تبان وكنجيني هما بثلاثة هادو اللي قلتي دابا عبد الكالي وعبد الهادي بالخياط الحاج عبد الهادي بالخياط ونعيمة سميح اختاروا انهم ما يبقاوش يبانوا فلاس ما يبقاوش يطلعوا سوغ سين وانا بهم اختيارات صائبة باسكو دوك الناس ملي كيطلعوا سوغ سين راه كانت نعيمة سميح الصوت ديالها شايفين كيوصلوا ما شاء الله هادوك الناس كانوا كيطلعوا بيان سور وكانت كتلعوا لا سين راه كانوا داكشي اللي زعما الانجاز تاع سوغ سين راه ما يتعاودوش كيفاش بخفيف قديم عندك ليماج ديال نعيمه سامح كتغني سوغ سين وعبد الهادي بالخياط بداك العود وداك فهمتيني داك لا جوستيس في الصوت وما كلهم جو بخفيف ديما نبقاو في هاد ليماج هادي حيت اونكور اون فوا انا جو نو سوي با داكور انا الفنانه هي ما يبقاش يعطي اون بيل بيرفورمانس ارتستيك سورتو لا سين صعيبه ويبقى يطلع سوغ سين جو بخفيف يبقى كم ساعة يتكرم نوبلومون يتكرم ساعة ساعة نشوفه ساعة ساعة مي باش يبدا يغني ويبقى ينتغني وما بقاش عنده الجهد بوغ موا انا جو بريفير يكون بحال الرواد المغرب وكيف ما داروا كلهم اختياراتهم صحيحة 100% كملي معكم غادي نمشيو نشوفوا لو كود كار كود غال عجبني فقسني وفي لو كود كوغ اليوم هو الفنان رفيق بوكر اللي عندنا واحد الحاجة تخي تخي سامبا نشوف لا فيديو ديالو Voilà mes amis اليوم مشيت خديت لا كارت رياليزاتور ديالي ابخي لا فورماسيون ان ايطالي في الماستر ابخي لي كور ميتراج الحمد لله جو رميرسي فريمون مسيو المينيستر مالي بن سعيد جو رميرسي مسيو الديريكتور دو سيسيم جو رميرسي تو لي فونكسيونير دو سيسيم pour être la confiance et inchallah le show du film Tawil inchallah très prochainement tahiyati رفيق بوبكر اوفيسيالمون مخرج مغربي حصل على بطاقه ديال المخرج هاد لا كارت هادي نورمالمون خاصك تكون عندك 3 كور ميتراج وي 3 كور ميتراج ولا ان moyen métrage je pense الا ما غلطتش رفيق بوبكر حدا لا كارت ريليزاتور ان جدار واستحقاق رفيق قرا سينما في ايطالي انسان مثقف جدا نتمنى عندنا بزاف الفنانين صراحه مغاربه كاين عنده لو دكتوراه
الاغلبيه سورتو لونسيان جينيراسيون قاريين مزيان وقاريين بزاف وداروا لي زاداك اي تو. فكنتمنى لي انا كل التوفيق. حاجه اللي فرحتني بزاف انه عنده ساكارت دو ريزاتور وانا مامن به لواحد الدرجه ما كتصورش انه غيدير فيلم واعر, لان رفيق عنده واحد النظره سينمائيه زوينه وعنده ان كارير طويله وفنان عن جدارة واستحقاق وإنسان طيب وفنان تري بروفيسيونيل. أنا اشتغلت معاه في دو بروجي فريمون سيتي ان بليزير. خفيف الظل, ذكي, سنسيبل, كتحس معاه ديما ديما البوزيتيف, إيجابي بزاف, الضحك, النشاط, تري انتيليجون, ممثل يقام ويقعد له. كنقول ليه تحية لك من هنايا خويا, خاصك واحد جوج ممثلات تما تظلم بزاف رفيق بوكر, تظلم بزاف رفيق بوكر ولكن بلاصتو في قلوب المغاربة كاملين. المغاربة كاملين كيموتوا عزيز علينا. رفيق ما يمكنش تخرج مع الزنقة, راه الجوقة كدور عليه. رفيق محبوب عند الناس كاملين لأنه إنسان فريمون طيب, وانا كان عندي حظ انني عرفته عن قرب واشتغلت معاه في دو بروجي. فكنقول ليه تحيه لك من هذا المنبر والله يكمل عليك بالخير, ودير لنا ان شاء الله شي فيلم يكون واعر. انا تنقول ليه فيليسيتاسيون نعاودها. وحاجه اخرى بغيت ندخل بس قلتي كل شيء يوسف, وانه فان ديال غوسيب. وي تلاقيت معاه لا ديرنيغ فوا وقال لي سلمي عليا سلمي على ابتسام وتبارك الله عليكم اش كديروا وكنبغيكم بزاف. دونك حتى انا كنرجع لكم نقول لك برافو كونتينيو كوم سا. ولا خصك شي ثلاثه ممثلين, جوج ممثلات وممثل, حنا كاينين. وشكرا. دابا شي واحد الدراري يهز لنا هذا الفيديو هادي كانوا باغيين يمثلوا ما مثلوش, ما عندنا حتى شي مشكل, عادي جدا. يعني الكوسيبي وروسنا ديك الساعه الدنيا هاني. المهم حنا قلنا عادي اون اسيوم, ما عندناش مشكل. اوتوكا مبروك رفيق بكر بطاقة المخرج, وإن شاء الله بغينا بحال هكا يوليو عند الناس اللي كيخدموا على رسوم ارتستيكمون وكيتقاتلوا في الفن. ان اوتر كود كو غادي نزيدو من مورا رفيق بكر هو لافون بروميير ديال الفيلم انا ماشي انا, اللي هو دابا دخل القاعات السينمائيه. وانكور فوا كنتمنى الناس يمشيو يشوفوه. حضرنا لافون بروميير فريغ غوسيب, ونقدر نقول لك ان كانت من لي زافون بروميير العروض عرض المقابل الاول الاكثر تنظيما. وي صراحه لا في لونتخي اللي كانت في فورم دو تابي روج. فرقه فولكلوريه في الدخله. بالنسبه للفيلم اللي مشينا ليه انا ماشي انا, كيف حضرتو لورغانيزاسيون كانت زوينه بزاف. كان دي بون مونت, شفنا بزاف الفنانين زوينين, مخرجين, شفنا لا سال كانت عامره, الاستقبال كان زوين, لا ديكوراسيون دو سينما كان زوينه, لا ديكوراسيون دو سينما كان زوينه. كل بيرسوناج كتلقى في بانو بوحدو بان غريماس اي تو. الفيلم كان اكثر من رائع لدرجه ان لا سال كانت عامره فالناس جلسوا في الدروج. هذه حاجه يعني تفرح ان الناس تحب السينما, والناس عطشانه ان تشوف افلام زوينه. تري 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 بون كاستينغ. كاينو فنانه بزاف اللي حضروا لا بون بروميير, وهذه حاجه زوينه. صافي كل فنانه كيساندوا بعضياتهم, هذه حاجه مهمه. هذه حاجه مهمه. يعني كون انا فنان واخا كون درت فيلم ما صدقش ليا ما نسمعش فيلم عنده افون بروميير كبيره, ما نتسامش مع الفنان اللي بحالي ونمشي نحضر ليه. بيان سور هذا سي المينيموم. بون ابخي كاين الفنانه كيجيو باش كيتلاقاو دي بروديكتور باش كيعاودوا الناس كيتفكروهم. سي با ميشون, سي با ميشون باش يتفكروني الناس ورجع نتلاقى برياليزاتور يقدر يتفكرني, يقدر يطيح لي ان غول في دماغ, اون سي جامي. وهذه خدمتنا ودي حرفتنا, اش غادي نديرو. دونك نو كان زوين فيلم, قصه زوينه بزاف. دادس كالعاده مبدع, مجدو للادريسي, دنيا بوطازو, سكينة درابيل, دنيا بوطازوت كانت اكسبسيونيل, كلهم فنانين محترفين ولعبوا زوين, والفيلم ما فيش لو فيد. راك لاحظتوا ما كاينش, ما كتلقاش يا با دو دي تاكو تاك. دونك مزيان, ما كيمشيش لك دماغك وكتسرح في الفيلم. نو وفيه الضحك وزوين, ديكور زوينين, فكره زوينه. ولكن دنيا بوطازوت نعاود نقولها, دنيا بوطازوت ارفع قبعه سيداتي كوم دابيتود. ولكن هنايا انا بعدا حشيتيني وقتلتيني دي سيكونس, تنقول لك شنو هما. راه صافي كتغم تصطاب باش ما تحركش الفيلم. دنيا بوطازوت اللي جبونس اول فيلم ديالها, اول فيلم سينمائي ديالها. برافو ليكيب, برافو المخرج هشام جباري, برافو لتو الموند, برافو. وبرافو لا برود اللي خلصت هاد لافون بروميير من جيبها, من جيبها. يعني هذاك الشيء كامل, هاد ديزابريسيون, هاد ديكوراسيون, هاد الشيء كامل اللي كان مخلص من جيبها. اونكور اون فوا, اما راه كاين ناس عندهم الدعم ولافون بروميير كتدخلي ما كتلقاش حتى كتستعلبها. هو هذوك راه داكلوط جايه نوبتهم البنات. وحنا دابا في البوزيتيف, الله يكمل عليهم بالخير. وسيروا شوفوا الفيلم واعر, وفيلم عائلي بامتياز. الوغ نشوفوا لو كود كول ديال هذا الاسبوع.
اللي كل شيء بغينا نهضروا عليه والناس راه ديما كتقول لنا خاصنا نهضروا على هذا الموضوع. انا كنت كنيفيتي ندوي في هذا الموضوع باسكو كان كيجيني اقل من ان ندوي عليه، ولكن وصلت القضية بداك صعب وداك الشيء ولا تري غاف وخاصنا فريمون ندوي على هذا المشكل. هذا هو المشكل ديال اللايفات اللي كاينين في تيك توك. القضية غادا وكتصعب، الناس غادا وكتحماق، جينا امبريسيون الناس غادي وكيتسطاو. انا ما عنديش تيك توك مثلا، لو راني شي حد شي حاجه ولا صيفط لي شي واحد شي ليان كنشوف شي حوايج لا يتقبلهم العقل، بما ان سبت ان اللغه العربيه ديال الاسبوع جار شي حوايج غير منطقيه. انا سمكه، انا مقلاه، شد تعيي ما تفكري تفهمي. انا حيت واحد غادي يصيفط لك فلوس وقال لي انا سمكه شي وعائله تلقين اللايف يوسف اللايف ليش عائله او ليس واحد موديل عائله تلقين اللايف. انا كندير تيك توك كندير تيك توك كنحلي لايف كنتواصلوا مع الناس كنتناقشوا في مواضيع كندويو كندير لا برومو البرنامج كندير لا برومو شنو كندير انا بيزي بيزون كندوي مع الناس. عندي دابا عندي 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 ولات عندي كليك كبيره ديال بزاف الناس اللي كندوي معاهم في تيك توك فين ما كنحل كيدخلوا عندي وكنتسولوا على بعضياتنا كيبقيتي كيدرتي بحال عائله وخا ما كنتعرفوش انا ما تنعرفهمش ولكن فهمتي الناس اللي كنبغيهم وهادشي هما عارفينه وتيسولوا عليا وكنسولهم ايتو دونك كنحل لايف كنكون كندير لو باساج كنكون كندير شي حاجه فهمتي يعني كنشارك معهم بعض المرات اليوميات ديالي فكنبقاو كنجمعو كندير موسيقى زوينه هادي. مي كاينين الناس انا ما فهمتش دايرين تليفون في سقف ومن الصباح حتى الارواحو وهما هزي الطبله حطي الطبله حطي الطبله هزي الطبله هزي الطبله حطي الطبله اسبوعه وهما غير في الماكله وكيجيبوا لا. والمشكله انكم كتستعملوا ناس كبار ما عارفين كاع شنو هو التيك توك ولا شنو كتجيبي مرا كبيره دعي معاهم اش ديما واش ربيعه الادويه واش هذيك السيده قديسه جلسي ودعي معاهم صيفطوا لينا باش امي تدعي معاكم. والناس هما كيديروا بحال المغاربه كيديروا راسهم بحال السويديين ياه المسمن ياه البطبوط ياه البغرير نو وكيبقى داكشي من الصباح حتى الليل شويه كيمشي داك التليفون كيمشي ثاني للكوزينه بون بيصور من غوشي كلي جان الكوزينه الخبر فراسكم شويه ثاني كيمشي داكشي شويه كيبقاو ثاني كياكلوا حتى جوج ثلاثه الصباح وانا مسكينه كتكمع كتداعي وكتعاود تفيق باش هما كيشحتوا بها ربعه الرجاله كل واحد قده لاكو ما فهمتش اولا اللي كيجيبوا بنيه صغيره كي 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 يسعوا بها اولا سكون ابل بالدارجه كيجقروا بها باسكو هذا سميتو الشقير أو لا كيجيبوا شي واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لا وكاينة وحدة كدير واحد الضحكة غريبة ما فهمتش أنا واش قحقيها ولا ضحكة ولا شنا هي ديالها ولا نحقة ولا شنا هي ديالها أبا هذيك الضحكة الناس تلموا ما عندهم ما يدار بديك الضحكة السيدة كدير لي لايف كيطلعوا 14000 15000 واحد كيتفرج باش يسمعوا ناهيق ديال واحد الشخص وبيان سور سيدة كتدخل الاموال طايله الله يعاونها ولكن بقات في داك بقات في دوك لي زاكسيسوار اللي كتجقر بهم عاوتاني مره واحده اخرى من النهار الاول هي بوطه صغيره وجميله وبيضاء ومانطا والضص نو راه سي فري كتخلي 20000 30000 درهم باغ جور سي فري باقا انت لله يا محسنين ما تشوف ايفولوي قاق 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 صافي والاموال كتمثيل ان شاء الله ما تمثيل او سمعت انها غتولي ممثله في رمضان هادي دابا عرفتي انا شفتها ممثله وطحني انت في صافي انا شفتها انا ما كنمشي صحفت دونك نو مي حنا يلاه يلاه كنقولوا يا حيطه داريني كنلقاو انه غنحيدوا من الدبلاجه وغيحيدوا بزاف الحوايج غيحيد هذيك الكاميرا المفروشه وغيولوا شي حوايج زوينين ولا برود الحمد لله كاينين افلام كاين فيلم الاخر ديال عادل فاضل اللي غادي يخرج ان شاء الله غادي نحضروا ليه وغادي ندوي لكم عليه حتى هو فحنا يلاه في هاد لي زيفينمون في اغاني في كليبات في هذه ويجي وحده غتهزو وحده جو سي با كوا باش تمثل على 60000 مليون ممثله جالسين وهذه هي لا سول بروفيسيون اللي عندهم ولانهم كيحشموا ما كيقدروش يسعاو فهما عايشين ربي اللي عالم بهم وتجيدوا وحده اخرى ثاني كملي من قاقا قاقا عاودها ثاني نو مي صافا هاد الشيء كثير بزاف ابار لي كوب اللي كنشوفوا شي حوايج فما بقات الشهامه من الناس اشنو الناس ما داروش على ود الفلوس عاد كاينين عاوتاني اسمعني هاد الكلمه اللي هي الدهاره كنسميها دهاره ديجيتال دهاره تلبس من غير هدوء ودير حركات غريبه وكبسوا كبسوا عينيها في الخليج عينيها في الامارات عينيها في السعوديه كبسوا بصوت
الاصوات كيبدلوا الصوت ديالهم كيولي شي دي بيرسون شحال كلهم ياخذوا يمثلوا الاصوات عجيبه كيبداو يتكاوحوا ديال التشالنج هذا اللي كيدعمك حتى انا مشيت كنقلب وكنبحث ونشوف انا عندي تيك توك ولكن ما تنديرش لي لايف كندير دي فيديو لي بستينغ لا بلا سمح لي صار الله يحفظك سمح لي اي واحد يقدر يقول لك خاصك ديري لي لايف انت ديري لايف انت سام دير لايف انا ندير لايف الناس وحدين اخرين يديروا لايف الاستاذ يدير لايف المعلمه دير لايف الطبيبه دير لايف ما غيصيفطوش ليها الفلوس ما بغيناش الفلوس ما بغيناش الفلوس حنا كنديروا لايف على الفلوس ولكن هادوك هما اللي الفلوس لا لا واخا هادوك الكائنات كاينين حيت كاين الفلوس لا واخا لا خاص يكون نو خاص يكون دوتغ كونسيبت حيت باش نجرو حنا هادوك الناس اللي كيتبعوا التفاهات لانه ملي غتبقى تقلب كدك غير التفاهه اون فوا التفاهه كتشدك ملي غتدخل ان لايف وغتلقى اون بيرسون انتريسونت وي باسكو اوروزمون كاينين الناس اللي عندهم لايفات زوينين بيان سور كاين الحمد لله كاين بون كونتوني زوينين ولكن دابا الموجه طالعه خايبه يوسف اي راه جوست مو خاص باش تحارب هذه الموجه اولا خاص القانون يحاربها لان في دول وحدين اخرين كنظن شي دوله عربيه الاردن منعوا تيك توك كامل الاردن حيدوا تيك توك حيدوا تيك توك الاردن بالنقص ولكن حيت لاحظوا كاينين انا جو نو سي با داكور حيدوا تيك توك لا ما يحيدوش ولكن كونترول كونترول لا كونترول مصر كيكونترول حيد تيك توك حيت ما ماشي كونترول مصر كيكونترول وكيكونترول بزاف ولكن خاصك خاص دي سانكسيون يكونوا قاصحين لا لا اللي جبت عندهم الحبس لا الحبس ما عندهمش مرحميني انا الحبس لهادو انا اللي كتلبس طريقه عجيبه وبدات تشطح وبالعره كنقول لك راه سمحي لي ولكن خاصني نهضر على هادشي والفلوس عرفتي شحال الفلوس كيدخلوا راه tu ne peux pas imaginer شحال الفلوس كيدخلوا رمي تمشي عند المؤثرين كتقول انت كدير كولاب مع شي مارك اجي نتحاسبوا معك انت تولي تخلص الضرائب اوكي وهادو وهادو لي بلو كور ديالها كتعطي بحال هكا وبصفه مغربيه بالعالم المغربي مكتوبه تما مغربيه وانا افتخر انا بعدا انا بعدا ماشي تعصبت انا فريمون ضربتني واحد الحرقه ما كاش ندخل داك اللايف ونشوف شنو انا كنحترم المغربيات اللي كيديروا كونسيبت زوين كتكون دايره لايف عندك الطيب كطيب بغيتي ديري اون غوسيت بغيتي على الراس غوسيت خياطه ميناج صبني عزربيه بعدنا تا مشكل ديما شي ديزاستوس قسم مع الناس مي لدرجه ان نو انا سماكه انا مقلات هذوك اللي كيدعموك اللي كيصيفطوا الفلوس كيقول لك شوف الوقاحه تيقول لك بغيتي الفلوس اليوم حيت مولف كيداير بغيتي ابتسام فلوس اليوم غدوزي النهار كامل وانت تحت الدوش بحوايجك كتقولي انا سماكه وكتمشي كديريها ولا كيخوي عليه مجمار وكتمشي كديريها على قبل دوك الفلوس ومالك ماشي سوقي انا بينك وبينه ديري اللي بغيتي ما عنديش مشكل ولكن ماشي لايف قدام الناس والدراري الصغار واي واحد طول موند عنده لاكسيل هذا التيك توك هذا قلت لك راه tu peux avoir TikTok sans avoir un compte يعني تشوفي ديريكتومون واش فهمتي صدق الدري الصغير يقدر يبان ليه تليفون يهز ويدخل بارفوا كاينين دي تليفون اللي مانستالين ديجا فيه تيك توك صدق tu باك كتدخل اي سي بارتي سي اوفر ا طول موند سي اوفر ا طول موند اون فوا ملي كتبدا كتشوف تيك توك زعما بكل صراحه انا ولادي ملي كنحل انا التيك توك بقيت في ثلاثه سوايع انا ولادي انترديكسيون تيك توك انترديكسيون ما كاينش مي غادي يوريو لهم صحابهم في المدرسه مي بيان سور هادشي ما تيبقى الكونترول سي سا دون مشكل سكو مهما كونتروليتي الحاجه ملي كتكون عندها لاكسيل الانترنت ودابا شنو جهدنا شنو نقدروا نديروا هو ندويو عليه هذا هو الجهد اللي عندنا ندويو عليه وخرج قانون جزري لهذا الشيء اللي عنده ان كونتوني اللي عنده ان كونتوني ماشي هو هذاك يتعاقب عليه مازال لايف عايشين جالسين في الدار كناكلوا مسلمين ماشي مشكل ولكن هادشي ديال العراوه اتونسيون ناكلوا في ثلاثه الصباح ماشي مشكل ولكن استعمالهم بتهمات كيتعشوا معطلين ولكن عايش كيف استغلال لا هما ما كيزقلوش لي غوبا هما كيفيقوا دايرين فهمتي بحال كيديروا الو بحال كيديروا الغيفاي كيفيقوا كيفطروا هما ما خصهمش يديروا حتى شي غوبا اونتر لو غوبا اي لو غوبا كاين ان غوبا ستار اكاديمي تعيدي بعدا فيها موسيقى وكتعلم الموسيقى وما كيتحركوش من بلاصتهم عرفتي كما كان فين كتمشي كيبقاو جالسين تما النهار كله كيصيفطوا والناس كتصيفط فلوس واو باش يشوفوا البغرير وبالراد ديالها فهمتي حنا جابونيين ما كنعرفوش حتى البغرير ولا كيفاش كيخلصوا في هذا الشيء شنو الناس كيعطيو المالين تيك توك دي سون فول الناس كيديروا دي تخيك مي فول فول يلا كتسالي من هذه العائله كتنوض لك عائله واحده اخرى واحد كونسيبت ديال واحد السيده قرويه ولا جو سي با كوا ديك راه دارت فورتون
وباقى وباقى في نفس باقى بيان سو. ودابا هذه اللي كتقهقه وعندها مانطا راه كيجوها الاموال الطائله وتا واحد النهار غتنوض كي ناضت هذيك وسبات المغاربه تا غتنوض سب المغربي على هذا الشيء عادي يدير بين عيني. الله يحفظ الله يحفظ الله يدير شي حاجه كما قلت واش فريمون كيضر في الخاطر ملي كتسمعي الله يحفظ اش اللي يصوب اش راه نقولوا نمشيو نشوفوا مع اوديت بور او كونتر. كونتر اننا نشوفوا التصاور ديال الولادات الصغار في مواقع التواصل الاجتماعي ولادنا وليداتنا كسوا بيبي ولا انفون ان انفون دو ان 2 3 4 ans نبينو هكا بين وجههم في تي ستوري ولا تصاور في مواقع التواصل الاجتماعي. Après, ça dépend de la personne. Et une personne même chouara, je voudrais te dire ou le docteur te voudrait venir. Ça va, mais la petite personne chouara ou que tu viens ou là, t'as quand je ferai, parce que tu parles bien, que tu prends des bises ou là, donc il a quand tu as déjà nagé dans la carrière d'hier, que tu me dis le chouara te voudrait ou là. مثلا ملي غنجيو نشوفوا التاريخ ديال الفنانات ولا الفنانين المغاربه ما عرفنا ولادهم لونسيان جينيراسيون ولد سميره سعيد مثلا الله يحفظه ليها شادي ما عرفنا حتى ولا راجل هادشي جو بونس حتى ولا هو الا شوازي انه يبان عندك الحق انت راه زين بلوس كتطلع على نوتوريتي ديالك بلوس تا في بريفي اي تري امبورطون سو سوا ولادك ولا راجلك كنهضر بصفه عامه انا مشهور ولا ما مشهورش لا انا بالنسبه ليا بيرسونيلمون ديال التصاورات ديال وليداتي ماشي بزاف سي تري غا غتبقى غادا واحد الوقيته باش تلقاي اون فوتو او دو مي سي زعما هو ما عنديش نوتوريتي كي اكسيسيونيل ولكن الا كانت عندي نوتوريتي تابعه كبيره جو بونس كو غادي ليميتي غادي ليميتي هاد القضيه هادي كو سوا بور ما في بريفي اون جينيرال حياتي كامله اون جينيرال نبين داكشي اللي انا بغيت و لي زونفون سي فو سي بيان دي بروتيجي لا فيريتي سورتو الا كانوا بيبي لكن بيبي بزاف والبروتيجي يلا تزاد هذيك ديال الله تزاد وداكشي مي انا عندي كلك فوتو ديال لي زونفون في لي ريزو سوسيال ديال سا ديبون دو الهدف ديالك انت شنو هو واش ولادك كتبينهم الا كان شي حد غادي يخليك دي كومونتير لا واش كتبينهم شي حب في الوليدات ولا باش ملي كبروا تقول لهم فوالا راه كنت كنبينكم اي تو سا سا سي بيان ولا كتبينهم على ود البوز لا خلي ابستراكسيون ديال الناس غايبينهم كاين اللي غايبينهم لا من غير الناس المشهورين الناس العاديين انا دو طون زون طون كنلوح الفوتو ديال مي زانفون انا جو تروف جو سي في ما عندي حتى شي هدف جو سي كو جي في لي ريزو سوسيو اي جو سي كو الا كان عندي دي كومونتير ديال الناس قراب دي زامي كوليك ماشي ديك ما يجونيش دي كومونتير اللي غادي يحاسبوني ولا غادي يعايروا ولا غادي يقولوا شي حاجه على الدري الصغير جو سي نمرو باسكو كتنمرو على الاطفال جو سي كوم غاديش نوصل داك الشيء مي لو جور غنوصل داك الشيء والله يحفظ الدراجي هذا جو بونس كو تما غادي نزعزع شويه جو في هذا مي بور لانستون نعمل هنا بور او كونتر بالنسبه للناس العادي لا انا ما انا بور ما انا كونتر هذوك ولادهم يديروا لهم اللي بغاو غير ما يكونش غير ما يكونش نو ما يكونش الهدف فهمتي لي شاري في نفس يعقوب انا هذا واحد انا بوزي بور دي مارك ما لا درتيها فوالا لا درتيها الا درتيها سبونطاني ماشي حيت ولدي لابس لا مارك فلان بيبي ولا هذا باش نبينها العباد الله ولا داير غورميت ولا داير سلسله الا كان الهدف ديالك هو لافخيم ولا باش داك الدري تبيعو دير به لي بوب اي تو سا سي اوتر شوز دونك كتاجر في الوليد ما لا درتيها مره تلوح ثلاثه مع نكيل ولا هذا ولا شي اكتيفيتي سبورتيف دونك سا بو اريفي ماشي انا كونتر ما انا بو ما انا كونتر غير هو ما تبزش عليهم بدا تقرص وتقول لها زيد جلس حدا الكاميرا بلاتي قولي قولي وتقول لها موي تقرص وتقول لها قولي ماما نو جو سوي كونتر تري بيان الوغ مكملين معكم وغنمشيو نشوفوا علاش غادي نشحلوا الضو فقره شحال الضو واليوم غنشعلوا الضوء ماشي على ان برودوي ارتستيك على واحد المنتوج فني ماشي اغنيه ماشي فيلم بل قاعه سينمائيه جديده حلات في مدينه الدار البيضاء اوف فريمون كان خاصنا واحد بيرفورمانس ولا نقولوا واحد النيفو ديال القاعه السينمائيه اللي يكونوا اللي تمشي تعيش فيها بزاف ديال الحوايج مو كاينين كاينين دي زيسي ما بقاوش ايماكس ما بقاتش بون كاين عند كازابلانكا جو بونس مراكش 4 ميغا ما كاين باقي كاين باتي سينما كاليفورني كاين هنا في كازابلانكا حلت البارح سي اون سال تاع 12000 متر كاري واو دونك عرفتي داك الشيء 12000 متر مربع ما كانش قداش لا سال غادي يكون فيها دي تكنولوجي ايماكس كيف قلت دي تكنولوجي سنسوريال دي تكنولوجي اللي غتحس
داكشي ديال 3 دي ولا 4 دي ولا 5 دي زلي زلي الله يحسن بيا اختي رجع البركه وقت ما بغيتي تحسبي غتلقى هذا لا لا صافي شكرا مي جو بونس بلوس افونسي ك لي كان في الايماكس بلوس افونسي ميم جو بونس لي زودور وداكشي دونك غيخدموا على دي سال دو سينما انا فرحت باسكو فريمون بغينا دوتغ سال ولكن بقى فيا الحال حيت عندنا واحد الباتريمون خليناه ما نساوهش كاين دي زوفيرتور دو دو سال دو سينما وي جو سوي داكور ولكن بغينا لا ريستوراسيون ديال لي سينما اللي كبرنا معاهم اللي عاقلين عليهم كلاسيك كيبقى فهمتي كيبقى داكشي كلاسيك وكيبقى داكشي في دي سوفينير دونك فوالا مي ان توكا جعلنا الضوء على هاد لا سال اللي حلات البارح حاجه زوينه وهي الشقه تفرح وغنبقاو في الحوايج الايجابيين ومن الحوايج اللي كنفرحوا ان حلات اون سال دو سينما بهاد المواصفات اللي وصفتي ساره ولكن من المؤسف انه كاين بزاف المدن في المغرب ما فيهم سينمات كاين بزاف المدن في المغرب ما فيهمش سال دو سينما مع الاسف ما كاينينش ومدن كبار ماشي اي مدينه اولا كتلقى اون سول سال دو سينما السينما تهجروا ما بقاوش الناس ما بقاوش كنحببوا الناس في السينما ما كنديروش اشهارات الافلام اللي كيتعرضوا مثلا ما كان مثلا علاش ما نمشيوش لعند هاد الناس اللي كيتسموا دي انفلونسرز ويديروا واحد حاجة أنهم يحاولوا أنهم يساعدوا الناس ديال السينما ولا ديال الضمن ديال السينما مثل يخرج أن فيلم يمشي ويديروا دي ستوري لا 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 بلا لي زانفلونسوز لي زانفلونسوز يلاه ولا مي شحال هادي يديروا الواحد يخسر لا الواحد ملي كيخسر فيلم الفلوس على فيلم يخسر الفلوس على إشهار ديال الفيلم حتى هو لا مي لا سمحي لي يخسر فلوس على إشهار ديال الفيلم حتى هو يا ربي قدوا الفلوس باش يدير الفيلم المخرجين أولا المنتجين ملي كي ما كتكونش ملي كيكونش الدعم أولا حتى ملي كيكون الدعم سي با أسي باش يكمل الفيلم دونك لا بروموسيون ما فيها باس لهاد الناس يديروا شي حاجه شي نهار زوينه في حياتهم يديروها فابور لانهم بغينا ولا ما بغيناش هاد الناس كيانفلونسو بزاف الناس وبزاف الناس كيتابعوهم دونك ما فيها باس لا درتي ستوري ديال 3 دقائق دويتي فيها على فيلم وبلا ما تخزمش اون كونتر بارتي بالعكس الا كنتي انتيليجون راه انت غتخلي الناس انهم يحببوا فيك هاد الصفه ويقولوا واتي هاد السيد او هاد السيد راه كيدير لا برومو دي برودوي ماروكان اللي بغاو يتشافوا كاين المسرح كاين مسرح كبير في الدار البيضاء وكاين بحاله في الرباط مسارح كبيره جدا اما كونيسونس تسالا وفي الضو سالا ونضاو كنتسناو انهم يتحلوا ونقات انهم يتحلوا يوما ما محدنا في الحياه هادو مسارح ماشي سينمات هادو مسارح فنتمنوا انهم يتحلوا ونتمنوا ان السينمات يكونوا اكثر يترمموا القدام الا ما قدروش يترمموا القدام تكون هذه ان فرانشيز وتكون في كاع المدن ديال المغرب لان اون ا بيزوان دو سال دو سينما كاينه مواقع زوينه في قلب الدار البيضاء قلب الدار البيضاء كاينه مواقع زوينه ديال دوك السينمات وتسدو مالوغوزمون بلا في صويره في اكادير في اسفي لي زومبل في مراكش لي زومبلاسمون ديال السينما كتلقى سينما وسط ان كارتي اللي ساكنين فيه الناس وكل شيء زعما مونك هادشي بلا نمشيو نديو سينما القنظهر ونحطوها خاصك 6000 ريال ديال الطاكسي باش توصل تفرج فيلم دونك سي نورمال هادشي تاور كيخلي الناس انهم كيعكزوا الله يحسن العوال اللي عنده 3 4 الوليدات ما عندوش امويان دو ترونسبور دونك نحاولوا اننا نديروا كل كارتي كي كنا بكري كل كارتي فيه جوج ثلاثه السينمات الحب محمدي كانوا فيه جوج ثلاثه سينما السعاده سينما الشريف سونتر في المدينه بين سينما وسينما كانت سينما سي مالوغو اي سي دوماج البرنوسي كانت فيه سينما عين السبع كانت فيها سينما ابخي المدن الاخرين ما كنعرفهمش بزاف باش مي جو سي كو بزاف المدن في المغرب اوجوردي ما فيهمش اون سول سال دو سينما فنتمناو ان هادشي المسارح حتى هما او المسارح حتى هما ان شاء الله انتما بغيتو صافي الدار تعمروها باش الدار البيضاء بغينا المغرب كله تعمروه ما بغيناش تكوني ساكنه في مدينه وتشدي كار ولا شدي تراب باش تفرجي فيلم في مدينه واحده اخرى حشومه كدير بالناقص داك الفيلم عمرك ما كتشوفيه بيان سور حشومه تري بيان شكرا بزاف لكم شكرا يوسف شكرا سارة ما سخيتش بكم دائما وكالعادة متميزين متميزين في انتقاداتكم ولكن صريحين في آرائكم وهذه أهم حاجة وأحسن حاجة وهذا شعار برنامج جوسيب أنا نتلقى معكم الأسبوع القادم دائما برنامج جوسيب على شدة